الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه وصفيه وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين الطيبين. استمعنا إلى المقرئ جزاه الله خيرًا يتلو آيات كريمات من سورة الإسراء، ثم عرج على آياتٍ من سورة الضحى، وكل الآيات يعلن فيها ربنا سبحانه أنه يحب حبيبه فأعلاه فوق الطباق السبع، ليعلم الأمة معنى من المعاني السامية وهو معنى الحب، الذي ربما غاب عن مفهوم الكثير من الناس. الكثير من الناس غاب عنهم مفهوم الحب، فلا يعرفون إلا الحب الذي يروج له الإعلام. هناك حب جبل الله عليه خلقه وأجزل لهم العطاء فيه. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: المتحابون في الله يختم يوم القيامة على جباههم بختام من نور يتلألأ، يحسدهم عليه الأنبياء والشهداء والصالحين، ذاك ختام المتحابين في الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: تنصب يوم القيامة منابر من نور، ثم ينادى أين المتحابين في الله، فيأتي المتحابون في الله فيعتلون تلك المنابر، وهي أول منازل الشرف التي يعلنها ربنا سبحانه للخلائق يوم القيامة، تلك منزلة المتحابين في الله. هذا الحب الذي يجب أن نوطن أنفسنا عليه. يأتي رجل إلى سيدنا أبي هريرة رضوان الله عليه ويقول له: إني أريد أن أتحاب في الله وأتآخى معك، أريد أن أكون أخا لك ثمرة للمحبة في الله. فيقول له سيدنا أبو هريرة: أو تقدر على هذا المقام؟ عندك المقدرة على هذا المقام؟ قال له: أي طاقة يريد؟ قال له: أتستطيع أن أكون أنا أولى بمالك منك؟ يعني الفلوس حقك هذه، هل تستطيع أن لا تكون لك أثر فيها؟ قال له: لا. قال: إذن فما تصلح أن تكون أخا ولا محبا في الله. هي أعلى الدرجات التي يسعى الإنسان فيها لأن يكون مفتاحا للخير، يسعى الإنسان فيها لأن يكون مصلحاً للآخرين حتى وإن كان على حساب نفسه. وإلا ما كانت لهذه المحبة منزلة عظيمة يوم القيامة. الناس في فزع وفي هلع وفي خوف، وربنا سبحانه وتعالى ينادي في المحشر: أين المتحابين في الله؟ أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل عرشي. مقام عظيم جعله الله لأهل الحب فيه. أما الحب الدنيوي هذا يتغير، تغير المواقف وتغيره الأحداث وتغيره الظروف،
لأنه حب لم يؤسس على قواعد متينة، حب دنيوي، إما حب لميل نفسي أو حب لمصلحة أو حب لحاجة. من أحبك اليوم أبغضك غدا. ولهذا يضع النبي عليه الصلاة والسلام معيار لحب الدنيا فيقول: أحبب حبيبك حبا ما وربما يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك بغضا ما فربما يكون حبيبك يوما ما. اعتدل. إلا الحب في الله، هذا الحب الذي جعل سيدنا أبو بكر يقول: شرب النبي فارتويت. هذا الحب الحقيقي الذي نحن أحوج ما نكون إليه، الحب الذي جعل سيدنا أبو بكر ينفق كل أمواله في سبيل حبه لله ولرسوله. كان سيدنا رسول الله يقول له: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ الآن أنت أعدمت مالك كله، عندك أهل وعندك أولاد، كان يفترض أن تجعل لهم شيئا يتبلغون به لحاجة الدنيا، يعني كل إنسان محتاج إلى النفقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا بكر، ما الذي أبقيته لأهلك؟ فيقول له: أبقيت لهم الله ورسوله. أنت يا رسول الله عندي ما تساوي كنوز الدنيا كلها أظفور من أظافرك. حب جعل سيدنا أبو بكر ينفق كل أمواله في هذه المحبة، وجعل سيدنا أبو بكر يتذلل ويتحنن لرسول الله ليصاحبه في رحلة. هذه الرحلة ما كانت رحلة فسحة، ولا كانت رحلة للنزهة، ولا كانت رحلة للتجارة، إنما كانت رحلة مصيرية، قد يصلون إلى المدينة وقد يقتلون في الطريق. كل مكة كانت تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسخرت كل مقدراتها واحتياطاتها وما تملك للبحث عن محمد والقبض عليه وقتله. وسيدنا أبو بكر يقول له: الرفقة الرفقة يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لربما كانت تلك عاطفة من أبو بكر، أريد أن يراجع حسابه ويحسب حسابه صح، لكن سيدنا أبو بكر كان قد حسب الحساب الصحيح، فيقول له: الرفقة الرفقة يا رسول الله. رحلة محفوفة بالمخاطر، رحلة مصيرية، قد يصلون وقد لا يصلون، لكن هذا الحب جعل سيدنا أبو بكر يتعلق برسول الله حتى في اقتحام المخاطر. ويخرج سيدنا أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يقول له: لم يأتي الإذن بعد، حتى جاء الإذن فإذا به يقول سيدنا أبو بكر: ستكون رفيقي. فيبكي سيدنا أبو بكر من الفرحة. على إيش تبكي يا أبو بكر؟ على اقتحام الصعاب، على اقتحام المخاطر، على اقتحام المجهول، لكنه الحب مرافق للنبي حتى إلى الحتف والممات. هذا الحب الذي زرع في قلوب أولئك الرجال. ويسير سيدنا أبو بكر مع سيدنا رسول الله حتى يصلون إلى الغار ويريدون أن يختبئون، فيستوقف سيدنا أبو بكر رسول الله يقول له: انتظر، ربما كان شيء من الهوائم في الغار فيؤذيك. يسابل بروحه ويفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتحام الصعاب والخطر، ما جعله يصنع ذلك إلا الحب. ويدخل سيدنا أبو بكر ويجد تلك الشقوق في الغار، فيشقق رداءه ويسد تلك الثغور خشية أن تخرج منها هائمة من الهوائم فتؤذي رسول الله. ويفنى رداء سيدنا أبو بكر، ما عاد يكمل الرداء كله قد قطعه وسد به تلك الثقوب، ويبقى ثقب. ماذا يصنع؟ وضع رجله عليه ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مشقة الرحلة وتعب السفر ينام سيدنا رسول الله، فيجعل سيدنا الصديق فخذه وسادة لرسول الله. هذا الحب الحقيقي الذي يجب أن ندرسه الناشئة ونعلمهم
كيف أحب رسول الله أصحابه وكيف أحب أصحابه هذا الحبيب المصطفى. يستيقظ النبي على بلل في وجهه وكان قد نام من أثر التعب، وإذا بها دموع الصديق تنحدر من خديه وتسقط على وجه رسول الله. يسأله النبي: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ إيش الخبر؟ فيقول له: يا رسول الله، إن في الثقب الذي وضعت رجلي عليه أفعى تلدغني. وكان دموعه تتحذر من شدة الألم. يقول له النبي: هلا أبعدت رجلك؟ هلا تحركت؟ فقال له: إني خشيت أن أوقظك يا رسول الله. أي حب هذا الذي يجعل المحب يقتحم المخاطر ويستسهل الصعاب؟ هذا الحب الحقيقي. أما اللي نشوفه في التلفزيون هذا والكلام الفاضي، هذا الحب الكذاب، حب المصالح الذي ينتهي بعد انتهاء المصالح، الحب الآني. وهكذا اندرج سيدنا الصديق، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لكنه أخي وصديقي. أخوي، يعني هذه المرتبة التي وضع النبي عليه الصلاة والسلام فيها الصديق أعلى من مرتبة المخاللة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصديق ثاني رجل بعد رسول الله، له قدر عظيم. بسبب هذه المحبة رفعت سيدنا أبي بكر الصديق فكان بعد رسول الله. حب. يجون أصحاب قريش ويقولون لسيدنا أبو بكر: أسمعت ما قال صاحبك؟ يريدون أن يقللوا من شأن النبي، ويريدون أن ينفروا أصحابه عنه. فكان رد سيدنا أبو بكر رد المحب العاشق، قال لهم: إن كان قد قال فقد صدق. ما درى إيش الخبر، قال لهم: إن كان قد قال فقد صدق. قالوا له: يقول إنه راح لبيت المقدس ورد في ليلة. قال لهم: صادق، صدق. هذا الحب الذي لا تتغير معانيه ولا تتغير مواقف أهله، الحب الذي غرسه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قلوب أصحابه، فجعلهم يتخطون كل الحواجز حتى يبلغون ذروة الإيمان بهذه المحبة. حب تسلسل في الصحب ومن تلاهم ووالاهم، ونفس الحب ينتقل إلى سيدنا الإمام الشافعي رضوان الله عليه، وكان يحب أحمد بن حنبل، بل وكان يتقرب إلى الله بهذه المحبة، ويحب طلاب الحديث الشريف ويتقرب إلى الله بمحبتهم. الإمام الشافعي شمس الكون، والذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال أنه يملأ طباق الأرض علما، نبأ إلى أذنه أن الإمام أحمد ابن حنبل مرض، وهو الذي كان يقول فيه: أحب الصالحين ولست منهم. وكان يقصد الإمام أحمد، فنبأ إلى مسمعه خبر أن الإمام أحمد مريض وقد أقعده المرض، فذهب إمامنا الشافعي إلى الإمام أحمد يزوره، فلما رأى حالته عاد إلى البيت ومرض،
من شدة ولهه وخوفه على الإمام أحمد أصابه المرض لمرض من أحبه. فبلغ الإمام أحمد أن الشافعي قد مرض لما رآه، فتحامل على نفسه وذهب مع أنه مريض، تحامل على نفسه وتظاهر بأنه قد تعافى وزار الإمام الشافعي. فلما رآه إمامنا الشافعي أنشد، يقول: مرض الحبيب فزرته، فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. ما راحوا عن طبيب ولا شربوا دواء، ولكنه الحب الصادق الذي لا تشوبه شائبة هو الذي يحرك القلوب. وأثبتت الدراسات أن الحب يجعل الإنسان قوي المناعة وقوي البأس، يتحمل المواقف. ولهذا تجد الإنسان إذا صابته مصيبة وجاء الإخوان يواسونه ينتعش، والمريض نفس الشيء إذا جاءوا عنده الأحباب والمحبين زاروا وواسوه تجد معنوياته ترتفع. هذا الإكسير الذي يغيب معناه ومفهومه عن الكثير منا. ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى للحب مكانة عظيمة؟ لأن بالحب الصادق تصلح المجتمعات، بالحب الصادق يتراحم الناس، بالحب الصادق يسود العدل والأمن والوئام. لو كان الراعي محبا لرعيته لأثنى عمره في تدبير حياتهم ومعيشتهم وإصلاح أحوالهم، لكنه غاب عن حكام. لو كان هذا الحب حاضر في قلوب التجار لراعوا إخوانهم في البيع والشراء وعملوا المكاسب الرمزية وأصبحوا يراعون الناس في معايشهم وأقواتهم. لو ساد هذا الحب قلوب الساسة لما راحوا يحيون المماحكات والمنازعات السياسية على حساب حياة الناس. هذا الحب يا أحباب الذي غرسه الله سبحانه حتى في قلوب البهائم العجب، مواقف يسطرها التاريخ ليعلمنا فوائد المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسير في زقاق من أزقة المدينة وإذا بجمل هائج، خاف الصحابة، لا أحد يستطيع أن يواجه الجمل في هيجانه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على هذا الجمل ليرى ما شأنه. فلما رأى الجمل رسول الله أقبل إليه، والصحب كانوا خائفين لئلا يؤذي هذا البعير الهائج النبي، لكنه جاء إلى النبي وبرك تحته. ومد عنقه وكانت عيونه تذرف الدمع، جمل. فأخذ النبي يده الشريفة وأخذ يمسح ذفري الجمل، يعني جفونه. وكان الجمل كمن يسار النبي، يعني يحدثه في أذنه بالسر، والصحب ينظرون. ثم يتجه النبي إلى الصحب الكرام ويقول لهم: من صاحب هذا الجمل؟ فينبري فتى من الأنصار ويقول: إنه لي يا رسول الله. فيقول له: يا هذا اتق الله في البهائم العجب، فإنه يشكوك بأنك تذئبه ولا تطعمه، يعني تشغله فوق طاقته وما تعطيه الأكل الكافي. حب، حتى البهائم تسطر هذا الحب الخالص.
وقصة الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله، فلما اتخذ المنبر فإذا بالجذع يحن كالطفل أو كالعشار جمل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتجه إلى ذلك الجذع ويضمه ثم يساره فيسكت الجذع. قال الصحابة فيما روي في الأحاديث: وكان له بكاء كبكاء الطفل أو كبكاء العشار التي فقدت ولدها. لكنه الحب، فلما ضمه رسول الله وسر إليه بحديث سكت الجذع، ثم أقبل على الصحابة وقال لهم: إني خيرته بين أن أغرسه فيكون نخلة في الدنيا أو يكون نخلة في الجنة معي. قال: فاختار الجذع النخلة. وما الذي جعل الجذع يحن؟ الفراق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرتقيه مرة أخرى بعد أن اتخذ المنبر، ثم أمر الصحابة فأخذوه ودفنوه. هذا الحب الذي حرك قلوب الجمادات والحيوانات، عرفت المعنى الحقيقي للمحبة. أفلا يعرفه البشر الذي خلق الله لهم الأحاسيس والمعاني؟ هذا الحب الذي جعل الأنصار يستقبلون المهاجرين فيشاطرونهم ما يملكون حب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر، يجي ويقول له: يا رسول الله إني أحبك. سيدنا عمر يخاطب النبي يقول له: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. أنا أحبك من الدنيا هذه كلها، بس نفسي أعز علي. فقال له: يا عمر، ما كمل إيمانك؟ هذا الإيمان ناقص، ما عرفت معنى المحبة الحقيقية. قال له: لماذا؟ قال له: لا تؤمن يا عمر حتى أكون يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء. أصحاب يتربون في مدرسة النبوة، فقال له: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال له: الآن يا عمر كمل إيمانك. هذا الحب الذي يجب علينا وعليكم أن نعلمه أبناءنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد بلغ ذروة الإيمان في الحديث من كان الله ورسوله أحب إليه، وبلغ ذروة الإيمان من أحب أخاه في الله، ما له غرض ولا له مصلحة إلا الحب في الله. يأتي رجل اسمه إدريس الخولاني ويدخل مسجدا بدمشق، فيجد شابا بهي الطلعة يهرع الناس إليه في مسائلهم، يسألون الناس. قال: فأحبه قلبي. ثم قال: جئت في اليوم الثاني فإذا بي وجدته، مع يقول مع أني يعني بكرت في مقدمي إلى المسجد إلا أني وجدته في المسجد، فركع فانتظرته حتى ركع وأكمل صلاته، فجئته من قبل وجهه ثم قلت له: إني أحبك في الله. قال: ألله؟ قال: قلت لله. ثم كررها علي: ألله؟ قال: قلت لله.
قال لي مرة أخرى: ألله؟ قال: قلت لله. قال لي: فأبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في. فكان هذا الشاب هو سيدنا معاذ ابن جبل. هذا معنى المحبة الحقيقية، هي مفتاح من مفاتيح الجنة ومفتاح من مفاتيح الخير. ولهذا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا سبحانه وتعالى يبصرنا بمعيار من معايير المحبة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والأحاديث كثيرة في معنى المحبة: ما ذاك إلا لترأب صدع المجتمع ولتقوي بنيانه ولتؤسس لحياة كريمة لكل فرد من أفراد المجتمع. هذه المحبة التي افتقدناها في بلادنا. الكثير من كبار السن يعرفون أن الناس كانوا في هذه البلدة يتحسس بعضهم بعضا ويتفقد كل منهم الآخر. إذا ما رأوا فلان في المجلس الذي يعتادونه أن يجلس فيه أو ما رأوه في المسجد سألوا عليه: وين فلان؟ ما حد شافه يومين أو ما شفناه اليوم. إذا رأوا الدخان لم يصعد من مطبخ الجار سألوا الأطفال الصغار: لماذا لم توجدوا النار في بيتكم؟ يقول: ما عندنا. لأن الناس كان رزقهم يوم بيوم، ربما مرض أبوهم فما استطاع أن يعمل، ربما خرج وما لاقى شغل. فكانت الناس تتحسس من بعضها البعض، فعاش أهل هذه البلدة أسرة واحدة يتحقق فيهم لا أثرة لهم في المال. لما يمرض المريض كل الناس تعوده، وإذا حدثت المصيبة في مكان كل الناس هرعت لتدرك ولتغيث. هذا هو معنى الإيمان الحقيقي الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورسقه في مجتمع المدينة. المطالع للتاريخ يقرأ كيف كان الأوس والخزرج، كانت بينهم حروب ممتدة لسنين طوال، قتال وموت، وهذا يقتل هذا وهذا يغير على هذا، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحل في المدينة فألف بين قلوبهم وأصبحوا أسرة واحدة بفضل المحبة التي غرس ثمارها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى أن أحد المنافقين جاء وأراد أن يؤجج هذه الفتنة، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال لهم: أيحدث هذا وأنا بين ظهرانيكم؟ فبكى الفريقين. علمهم أن الدين إخاء، وأن الدين محبة، وأن الدين قرب وتلاحم. يروى أن جيشا من جيوش المسلمين خرجوا ليلاقوا أعداء الله، وكان يفصل بينهم وبين الأعداء نهرا، فإذا بأمير الجند يقول لهم: اقتحموا النهر. فاقتحم الجند النهر ليقطعوه إلى الضفة الأخرى ويلاقوا عدو الله. فبينما كان الجند سائرين وإذا بقعب أحد الجند يسقط في الماء، عبارة عن وعاء من الخزف، فصاح الجندي: قعبي قد سقط. فإذا بأصحاب الميمنة يقولون: قعبي، وإذا بأصحاب الميسرة يقولون: قعب، وإذا بالجيش كله
ينادي جعبي جعبي ويبحثون عن إناء صاحبهم، والأعداء ينظرون، وصلت إليهم المعلومة. فإذا بقائد الجند يقول لأصحابه انظروا إلى هؤلاء كلهم يصيحون على إناء صاحبهم، فما بالكم لو قتلنا منهم نفسا، ماذا يصنعون بنا؟ هلموا بنا فلنرجع قافلين. هكذا لما تحققت معاني الأخوة تحقق لهم النصر، ولما يتحقق معنى الأخوة يتحقق الفتح والرضا. لكن لا بد أن تكون محبة خالصة في الله، لا تشوبها شوائب. هذا الحب الذي علمه سيدنا رسول الله لأصحابه، فأخذ يتفقد أهل الصفة ما يأتيه طعام لا يأكل منه حتى يبعث لأهل الصفة، وكانوا مجموعة من فقراء الصحابة. ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحسس منهم وهو أعظم شخصية في التاريخ؟ ما تكبر ولا أنف منهم ومن فقرهم، بل كان يبعث إليهم بالطعام ويجلس ويأكل معهم. ما قال خلاص يلا قد أعطيناهم اللي اكتب لهم من الله، لا، كان يجلس. ما دفعه إلا الحب، وهذا الحب الذي جعل تلك الصحابية لما حدث خلل في معركة من المعارك وهي تنادي أين رسول الله، يقولون لها ولدك فلان قتل، تقول لهم أين رسول الله، ولدك الثاني قتل، 4 من أبنائها قتلوا وزوجها، يقولون لها وذاك مات، تقول لهم رسول الله، إلى أن قالوا لها إن رسول الله في خير وبخير، فقالت الحمد لله، كل حدث يا رسول الله بعدك لمم، يعني كل شيء بعدك صغير وهين. 5 من أفراد أسرتها يموتون وهي تسأل كيف رسول الله، وين رسول الله، لما رأته يقولون لها بخير قالت كل حدث بعدك لمم، يعني ما يعتبر شيء، صغير جدا. ما الذي جعل هذه القلوب ثابتة متعلقة؟ إنما هو الحب في الله، ذلك الحب الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه، بعيد عن الأنانية وبعيد عن الأنوية وبعيد عن حب الذات، حب نبوي مصطفوي خالص غرسه في قلوب الصحابة، فكانوا لحمة واحدة، درع منيع، بلغوا إلى بلاد الغال في فتوحاتهم لفرنسا اليوم، فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها بسبب الحب الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه في قلوبهم. ولما نزع ذلك الحب تفرقنا وتفتتت أمة الإسلام وأصبحت أهون قوة عسكرية تتلاعب بهذه الأمة المليارية. لو بقيت الأمة راسخة ثابتة على حقيقة الحب الذي رباها عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لكانت أعتى وأقوى قوة يحسب لها 1000 حساب. هذه المعاني التي غابت وجاءوا اليوم يحللون بدلا منها معاني فسق وفجور، أسموا الزنا في الإعلام حب، وما هو بحب؟ زنا. البطل يحب البطلة وأبوها ما يبغاهم يتزوجون وكل المنوال عليه، هذا أي حب هذا؟ أفرغوا قلوب الأمة من المفاهيم الحقيقية ووضعوا فيها النفايات التي أرادوا أن يضعوها فيها. فلنستفق أيها الأحبة ولنقرأ سير هؤلاء الأعلام الذي رباهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخرجتهم مدرسة النبوة فصنعت منهم أعلاما يحسب لها 1000 حساب، صنعت منها أمة من أعظم الأمم، متماسكة متلاحمة متضافرة. وربنا يعرف لنا يريدوكم أن تميلوا ميلة، تخرجوا عن الطريق والمنهج الذي رسمه لكم ربكم، يبغوكم تخرجون عن المنهج الذي سطره لكم نبيكم. ليش؟ لتضعف الأمة، لأن عزة الأمة وقوتها في منهج النبوة،
فمتى ما خرجت وانحرفت عن هذا المنهج أصابها الوهن والضعف. اليوم أمة من المسلمين تباد وتقتل، والمسلمين عددهم 2 مليار اليوم وما حركوا ساكن. ليش؟ لأنه غاب عنهم مفهوم الحب. والمعتصم بالله تصيح مرأة ومعتصمة فيخرج بجيش ليفتح هذا البلد ويبيد أولئك الذين تعرضوا لتلك الحرة. أمة كانت تعتز بالدين وكانت تعرف أنها عزيزة بالحب لنبيها ولربها ولملتها ولعقيدتها، فكانت من أصلب الأمم وأقواها، لا يستطيع أن يتجرأ عليهم أحد. فلما أفرغت من ذلك المحتوى ضعفت. هذه المعاني التي يجب أن نربي عليها أبناءنا، نربي عليها الجيل القادم، علموهم، اقرأوا لهم سيرة أولئك العظماء، اقرأوا لهم سيرة النبي وكيف أحب أصحابه وكيف أحبه أصحابه. يدخل سيدنا عثمان على رسول الله فيستحي منه، وكان كاشفا عن ساقيه، فلما دخل سيدنا عثمان غطاهما، يقولون له الصحب ما بالك يا رسول الله؟ فقال لهم ألا أستحي من رجل استحيت منه ملائكة الرحمة؟ هذا الحب. قال يقول من هو عثمان؟ عثمان واحد من تلاميذي، لكنه الحب المتبادل الذي يربي عليه النبي أصحابه. ما كان يستأثر بنفسه. الصحابة يقولون ما خرجنا يوم في سفر فإذا بنا نريد أن نعد الطعام، فيقول ذاك أنا أذبح وذاك يقول أنا أصنع، فيقول لهم النبي وأنا أجلب الحطب. قال الراوي وكان جلب الحطب في تلك المفازة من أصعب المهام. ما قال لهم النبي سمعوا أنا رسول الله وبجلس في الظلال، أنتوا جهزوا الأكل، لا، يعلمهم الحب هو أن يبذل الإنسان راحته من أجل الآخرين. الحب هو أن لا يكنز المال الإنسان لنفسه وإنما يكنزه لكي يريح الآخرين. هكذا رب النبي أصحابه. يجي سيدنا عثمان ويشتري بئر رومة بمبالغ طائلة. ليش؟ لأن بئر رومة كان اليهود محتكريها وكانوا يبيعون الماء بثمن باهظ. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ فيقول سيدنا عثمان أنا، ويشتريها بمبلغ طائل ويجعلها لله ولرسوله مسبلة للمسلمين. يأتي جيش العسرة والصحابة ما عندهم شيء فقارة، فيأتي سيدنا عثمان ويجهز الجيش من الألف إلى الياء، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما صنع بعد هذا. يبذل ماله، ما قال وش علي هذه فلوسي تعبت وعرقت فيها ما روح لا، كان يعرف أن المال مال الأمة وأن الحب لكل الأمة مبذول. يعرف سيدنا عثمان أن في هذا الجيش عزة الإسلام والمسلمين. هكذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ما كانوا يستأثرون بأنفسهم شيء. وهذا سيدنا علي مثل ما جاء يطرق عليهم الطارق الباب فيعطونه كل ما أمامهم من طعام، ما استأثروا به لأنفسهم وما قالوا لا والله نعطي شق وناكل شق، لا، هذا الحب الذي ربى النبي على أصحابه، إيثار وبذل للنفس والروح والمال من أجل الآخرين. دعونا من المفاهيم المغلوطة التي تبث ويغذى بها الشباب، علموهم هذه المفاهيم التي تربى عليها أساطين الأمة وعظماءها، فكانوا أعظم أمة في التاريخ وكانوا أعظم أمة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علينا ما فات
وأن يحققنا بحقائق المحبة فيه، يجعلنا وإياكم من المتبعين للهدي النبوي الشريف، وإن الله سبحانه وتعالى يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الخير حتى نلقاه وهو راضي عنا، والحمد لله رب العالمين. للواحد الأحد العلي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا، اجب دعوانا. أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا، ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسائيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات، واحسن ختمنا عند الممات، واصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. إلى حضرة النبي. اللهم صل عليه وعلى آله.